La réalité, monsieur le président, c'est que je n'ai plus de rêve. اسمح من رحيم لغة فرنسية ومن على موقع لوبس سنرى هد الرسالة لهذه الطالبة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذا كما نلاحظ في أسفل الفيديو cette étudiante a écrit une lettre de désespoir à Emmanuel Macron. Il nous l'a lu. إذا هذه الطالبة كتبت رسالة désespoir. كما نقول عكس الأمل. L'espoir المقصود بالأمل. Désespoir يعني عكس الأمل. إذا نتكلم عن الإحباط تشاؤم أو الإحباط. إذا هي تكتب رسالة الإحباط أو رسالة تشاؤم à Emmanuel Macron إلى الرئيس الفرنسي. Il nous l'a lu. إذا هي تقرأها لنا. هي تقرأها لنا. إذا كما نلاحظ هنا تقول La réalité, monsieur le président, c'est que je n'ai plus de rêve. La réalité, monsieur le président, الحقيقة السيد الرئيس, la réalité المقصود بها الحقيقة. إذا نقول عن شيء بأنه غيال, يعني أنه حقيقي. إذا la réalité, monsieur le président, الحقيقة السيد الرئيس, c'est que je n'ai plus de rêve. هو أنه لم يعد لي أحلام. المقصود أنه لم يعد لي أحلام بالمستقبل. يظهر لي ويبدو لي بأنه لم يعد لي مستقبل. La réalité, monsieur le président, c'est que je n'ai plus de rêve. C'est que je n'ai plus de rêve. La réalité, monsieur le président, c'est que je n'ai plus de rêve. الحقيقة السيد الرئيس هو أنه لم يعد لي أحلام. La réalité, monsieur le président, c'est que je n'ai plus de rêve. Tous mes projets s'écroulent les uns après les autres. Tous mes projets s'écroulent. Tous mes projets. كل مشاريعي s'écroule. أنها تنهار. طبعا نتكلم على الفيرب s'écrouler. S'écrouler طبعا هذا الفعل تيجي دائما في الغالب pronominal, يعني أنه تيجي بهذا سو. إذا المقصود بينهار. Tous mes projets s'écroulent. كل مشاريعي تنهار. Les uns après les autres. Les uns après les autres. الواحدة تلو الآخر. الواحدة تلو الآخر. إذا كما نتكلم عن مجموعة واحدة, نتكلم عن مجموعة مشاريع تنهار وراء مشاريع أخرى. إذا نتكلم عن ليزا أبخ ليزوت. طبعا هنا كما نتكلم عن الواحدات تلو الأخريات بمعنى آخر. إذا المقصود به أن كل مشاريع تنهار الواحد تلو الآخر. Tous mes projets s'écroulent les uns après les autres au même rythme que mon moral décline. Au même rythme que mon moral décline. Au même rythme que mon moral décline. بنفس الإيقاع. هي تنهار بنفس الإيقاع كما تنهار كما نقول معنوياتي. كما تنهار معنوياتي. كومو مورال طبعا لو مورال مقصود به هو الروح او المعنويات او معنويات الشخص. اذا لو مورال مقصود به الروح كما نقول او كما نقول معنويات الشخص. اذا نتكلم عن لو مورال. لو مورال اذا او ميم ريتم بنفس الريتم بنفس الايقاع كومو مورال كما معنوياتي ديكلين نتنحط. طبعا عندنا لو فيرب ديكليني. لو فيرب ديكليني المقصود به انحط. لو فيرب ديكليني المقصود به انحط. اذا كما تنحط معنوياتي. اذا كلما انهارت مشاريعي بنفس طريقه تنهار معنوياتي. ثم عندنا هذا التعريف سات اتيديونت اون دوزيام اني اليوبي دو ستراسبور. اذا هذه الطالبه اون دوزيام اني في السنه الثانيه اليوبي. كما نقول هنا لانستيتو ديتود بوليتيك. لانستيتو إذا نتكلم عن معهد ديتود دراسات بوليتيك السياسية. إذا نتكلم عن طالبة في السنة الثانية بمعهد دراسات سياسية دو ستراسبور. إذا نتكلم عن كومين فرونسيز. إذا نتكلم عن بلدية فرنسية. إذا نتكلم عن ستراسبور المقصود بها سيتون كومين فرونسيز. إذا نتكلم عن بلدية فرنسية تقع بمنطقة الألزاس. إذا سيت اتيديونت اون دوزيام اني اليوبي دو ستراسبور. إذا نتكلم عن هذه الطالبة من السنة الثانية بهذا المعهد ببلدية ستراسبورغ a écrit cette lettre. إذن هذه الطالبة a écrit cette lettre. أن كتبت هذه الرسالة au gouvernement pour alerter. إذن a écrit cette lettre هي كتبت هذه الرسالة au gouvernement إلى الحكومة pour alerter. Pour alerter لكي تحذر. كما نقول أن تنبه أو تحذر. Pour alerter. إذن نتكلم على الالرت كما نتكلم عن التحذير أو التنبيه إلى غير ذلك. إذن pour alerter من أجل التنبيه من أجل التحذير من أجل الإخبار إلى غير ذلك sur le mal-être des étudiants. طبعا le mal-être نعرف بأن être هو كان. إذن نتكلم هنا عن الوجود السيء كما نقول الوجود السيء. إذن المقصود هنا نتكلم عن الحالة السيئة هنا. إذن نتكلم عن الحالة السيئة le mal-être
des étudiants لي الطلبة. إذن هنا تحذر أو تخبر أو تنبه أو تندر إلى غير ذلك إلى الحالة السيئة للطلبة. إذن تكتب هذه الرسالة محتجة على الحالة السيئة التي وصل لها الطلبة Cette étudiante a écrit cette lettre. هذه الطالبة كتبت هذه الرسالة au gouvernement إلى الحكومة pour alerter sur le mal-être des étudiants. إذن من أجل التحذير أو التنبيه sur le mal-être حول الحالة السيئة des étudiants للطلبة. On voit un extrait. إذن ها هو منه نسخة. طبعا الإكستخي المقصود به النسخة. إذن on voit un extrait. ها هو منه نسخة. هي منها كما نقول نسخة. هي منها أو ها هو منه نسخة. إذا نتكلم عن هذه الرسالة ممكن أننا نأخذ منها عدة نسخ. هذه الرسالة التي كتبت الطالبة. ممكن نأخذ منها عدة نسخ. إذا ها هي منها نسخة. On voit un extrait. On voit un extrait. إذا ها هو منها نسخة. من هذه النسخة كما نلاحظ. طبعا الرسالة مؤثرة كما نلاحظ. هنا. Nous ne sommes pas des machines. نحن لسنا آلات. Vous ne pouvez pas nous demander de travailler et de la fermer. أنتم لا تستطيعون أن تطلبوا منا العمل ثم إغلاقها. المقصود إحنا ماشي آلات. الوقت اللي بغيت تخدمهم تخدمهم. المقصود هنا نحن لسنا آلات. عندما تريدون أن نشتغل تطلبوا منا الاشتغال، وعندما تريدون أن نتوقف تغلقوننا كالآلات. إذا نحن لسنا آلات. Nous ne sommes pas des machines. Vous ne pouvez pas nous demander de travailler et de la fermer. أنتم لا تستطيعون طلب منا العمل et de la fermer. ثم أنكم تغلقوننا مثل الآلات. J'adore mes études. أنا أحب دراساتي. Mais je stagne. لكنني أركض. طبعا لو فيرب ستاغني المقصود به ركض. ومن لا ستاغناسيون. ومن كلمة لا ستاغناسيون المقصود به الركود. لا برودكتيفيتي. إذا نتكلم عن لا برودكتيفيتي، إذا نتكلم عن الإنتاجية، إي أ دي زاني لوميير دو موا. الإنتاجية والنتائج الجيدة كما نقول بعد العمل، إذا لا برودكتيفيتي، إذا نتكلم عن النتائج الكبيرة، إي أ دي زاني لوميير، هي في السنوات الضوئية. كما نتكلم عن سنوات مضيئة بالنسبة للطالبة، دو موا الخاصة بيا، المقصود الخاصة بالطالبة. الطالبة تتحدث عن سنوات الإنتاج. تتحدث عن سنوات العطاء. عندما توفرت لها الظروف فهي كانت تعطي كل ما عندها. الآن هي على عكس ذلك. إذا تقول هنا جيسي دو مو بروندر مي سي بير شاك جور. جيسي أنا أحاول. دو مو بروندر أنا أحاول كما نقول أن آخذ مرة أخرى. المقصود أن أعيد ما كنت أعمله. أنا أحاول أن أعطي وأحصل على نتائج مثل التي كنت أحصل عليها في السنوات الضوئية أو المنيرة إلى غير ذلك. ما سي بيغ، ولكن الأمر جد سيء. شاك جور كل يوم. لكن الأمر سيء. ما سي بيغ شاك جور. لكن الأمر سيء كل يوم. ما سي بيغ شاك جور. لكن الأمر سيء كل يوم. الحالة تزداد سوءا كل يوم. Parfois je pleure devant mon ordinateur. أحيانا أبكي أمام حاسوبي. Parfois je pleure devant mon ordinateur. أحيانا أبكي أمام حاسوبي. أحيانا تبقى نبكي قدام الأورديناتور ديالي. Ma vie n'a aucun sens. حياتي لم تعد لها معنى. Et mon avenir est bouché. ومستقبلي ébouché. كما نقول أنه مغلق أو أنه محجوب. طبعا لو فيرب بوشي المقصود بأنك تغلق شيئا، تغلق ثقبا مثلا أو حجبة، ويعني أيضا حجبة. كما نتكلم هنا عن مستقبل محجوب. إذن إمون أفونيغ إبوشي. ثم أن مستقبلي محجوب. كما نلاحظ بأن الرسالة طويلة ومؤثرة. إذن عندنا هنا أون فوا سان إكستخي. ها هو منها نسخة. هذه نسخة منها. Au début, c'était drôle. في البداية كان الأمر كما نقول شاد أو غريب. في البداية تلقينا الأمر بشكل غريب كما نقول. في بداية الأمر عندما أخذت طبعا الإجراءات لمواجهة كوفيد-19، إذن ترى الطالبة بأن الأمر في بدايته كان غريبا. إذن au début, c'était drôle.
Au début, c'était drôle. Au début, c'était nouveau. Au début, c'était nouveau. في البداية كان الأمر جديدا. Au début, c'était nouveau. في البداية كان الأمر جديدا. Au début, c'était nouveau. Au début, c'était nouveau. Ça ne devait pas être long. Ça ne devait pas être long. كان اللي يكون طويلا. Ça ne devait pas être long. ما كان اللي يكون هذا الأمر في بدايته طويلا. Au début, c'était nouveau. Ça ne devait pas être long. Nous étions prêts à faire preuve de solidarité malgré notre deuxième semestre qui s'écroulait. Nous étions prêts à faire preuve de solidarité. Nous étions prêts, نحن كنا جاهزون, à faire preuve. لنفعل حجة أو لنفعل إثباتا. لنفعل إثباتا. المقصود لكي نثبت. De solidarité, تضامن. لنثبت تضامن. نحن كنا جاهزون لنثبت للجميع بأننا متضامنون. يعني أننا سنقبل بهذا الحل ما دام أنه لن يطول. Nous étions prêts à faire preuve de solidarité. نحن كنا جاهزون لنضحي من حرياتنا ومن أوقاتنا لنثبت بأننا متضامنون. Nous étions prêts à faire preuve de solidarité. نحن كنا جاهزون لنثبت تضامننا. Nous étions prêts à faire preuve de solidarité malgré notre deuxième semestre qui s'écroulait. 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 رغم أن النصف الثاني من السنة qui s'écroulait. أنه ينهار أو ينحط المقصود أنه يذهب هباء طبعا نتكلم عن تريمستر تريمستر المقصود بها ربع السنة سيمستر المقصود بها نصف السنة تريمستر المقصود بها ربع السنة إذا نتكلم عن ثلاثة أشهر إذا نتكلم عن الفصل أما سيمستر فالمقصود بها نصف السنة مالغري نوتر دوزيام سيمستر كي سيكرولي مالغري نوتر دوزيام سيمستر كي سيكرولي رغم نصف سنتنا الثاني من الدراسة رغم نصف سنتنا الثاني من الدراسة الذي كان ينهار كنا جاهزون لنثبت تضامننا رغم هذا الأمر رغم ضياع نصف سنتنا الثاني Nous étions prêts à faire preuve de solidarité malgré notre deuxième semestre qui s'écroulait et nos amitiés qui s'effritaient. Et nos amitiés qui s'effritaient. Et nos amitiés qui s'effritaient. نحن كنا جاهزون لنثبت تضامننا رغم مرور سنتنا الثانية من الدراسة هكذا ثم et nos amitiés qui s'effritaient. ثم رغم صداقتنا التي كانت تتفتت ورغم صداقتنا التي كانت تتفتت نتكلم هنا على لو فيرب افريتي لو فيرب افريتي المقصود به انك تفتت شيئا انك تطحن شيئا وتحوله الى غبار طبعا لو فيرب سيفريتي المقصود به سيفريتي المقصود به تفكك نتكلم عن شيء ما يتفكك او علاقه ما تتفكك كما عندنا هنا نتكلم عن الصداقات التي تتفكك أو نتكلم عن شيء ما أنه يطحن ويحول إلى غبار إذا نتكلم عن لو فيرب سيفريتي إنو زاميتي كي سيفريتي وصداقاتنا التي تتفكك أو تتفتت Nous étions prêts à faire preuve de solidarité malgré notre deuxième semestre qui s'écroulait et nos amitiés qui s'effritaient. Mela, stop. Mela, stop. لكن هنا توقف. يعني لن نسمح لك بهذا. إذن حتى لا نطيل نستكمل مع هذه الرسالة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله